opportunity of outcome and outcome. يعني ايه؟ يعني مهارتي وانا قاعده في العياده وعندي كذا عيان ان انا الطف العيان as early as possible واشخصه صح واعمل له انترفينشن صح، وبالتالي هجنبه جزء كبير جدا 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 من الكومبليكيشنز اللي ممكن تكون ايريفيرسبل وممكن ما ارجعش فيها. واشهر مثال على ده الاوستيوبروسيس. تعالي شوفي بتفتدي العظم في 3-4 سنين. بيقولوا بعد المينوبوز الفيميل ممكن تفقد من 30 ل 50% من خلال 5 سنين. عشان ترجع دول محتاج 20-30 سنة. اذا البناء از فيري ديفيكالت والهدم از فيري ايزي. وبالتالي احنا دلوقتي كل الابروش بتاعنا ان احنا ان شاء الله اللي جاي هتبقى دكتوره مادة ان شاء الله هتكلمنا على البريفنشن. وطبعا كلمه بريفنشن انا مقصود بيها انا همنع المرض. ويمكن محاضره الايبيجينيتكس هتساعدها انها من الايبيجينيتكس ممكن ابدا من الاولاد الصغيرين ان انا احاول اعمل افويدنس اوف اكسبوجر للريسك فاكتورز الفوسفايد. ده نوع من البريفنشن وبالتالي هنتكلم عليه. النهارده هتكلم على الكونتينيوم بتاع الاوسيوارثرايتس. هو الاوسيوارثرايتس بيمشي ازاي فروم اي تو زد علشان يعمل لي اوسيوارثرايتس؟ طب دي هتفيدني ايه؟ انت جايبنا النهارده وقلت لنا في الاعلان بتاعك ان انت هتديني حاجات براكتيكال تنفعنا في العياده. ما تدخلنيش بقى في باثوجينيسيس ولا الكلام ده كله، قول لي اعمل ايه في العياده عشان اخدم العيان بتاعي. عشان تخدم العيان بتاعي لازم تكوني فاهمه العيان جالك فين؟ جالك في اي مرحله من مراحل الاوسيوارثرايتس. دلوقتي عندنا برايمري وسكندري وتيرشري وربما يكون في كمان جزء رابع للاوسيوارثرايتس. وبالتالي عشان احدد العيان هيستخدم اي نوع من البريفنشن هقول هو الاول في اي ستيج عشان اقدر احدده. ده ان شاء الله هقوله في اخر 5 دقائق اللي هو الجوريثم. عملتكم كويس جدا جدا الحقيقه ان شاء الله تفيدكم عن بتاع الاي سي ار اللي قارنته بينهم وحطيتكم الثلاثه تقارنوا بينهم علشان تعرفي العيان جالك امتى وايه الحاجه المناسبه اللي تعمليها له في التوقيت اللي هو جالك فيه. الاوسيوارثرايتس بيبدا از ايرلي از بوسيبل بالانكوباسي او الهيتوباسي بيبدا عند سن 20 سنه. كل الجزء اللي فوق سن 20 سنه وزي ما تفضلت مشكوره بروفيسور دكتور ناديه كامل وقالت ان لقوا الباسكت بول بيبقى عنده 30 سنه ده من الريبيتد مايكرو تروما جاله اوسيوارثرايتس. اذا هو ممكن يبدا من عند سن 20 25 سنه يستمر لغايه سن 80 سنه او 90 سنه لغايه ما يحصل جوينت فيلير. اذا انا عندي 60 سنه كونتينيوم من الاوسيوارثرايتس. صعب على اي بروفيسور او اي حته في العالم يدرسوا التطورات اللي حصلت على مدى 60 سنه. فكان المخرج بتاعها ان احنا نشوف السكن الاوسيوارثرايتس او نعمل احنا اوسيوارثرايتس ونتابعه عشان نشوف ايه اللي حصل في خلال ال 60 سنه دول والتطور اللي حصل عشان اقسم اوسيوارثرايتس وبالتالي اقسم الانترفنشن بتاعه. وبالتالي عايز اشوف السكن الاوسيوارثرايتس او الانديوس اوسيوارثرايتس. الاسهل دلوقتي السكند اوسيوارثرايتس. الراجل ده 1,000,000% هيجي له اوسيوارثرايتس. حصل له ميجور تروما، حصل ديسكونجرويتي لكل الني جوينت، وبالتالي ديفنتلي مهما كان الجراح اللي اشتغل معاه في المايكرو سيرجري وحاول يلم البون هيحصل له 1,000,000% حصل خلاص انكرويتي وحصل مايكرو تروما ميجور تروما للكوندروسايت وبالتالي ديستربت كل الميتابوليس بتاع الاوسيوارثرايتس وبالتالي هيبدا يحصل له اوسيوارثرايتس. هقدر اتابع من المنظر ده ومن اول ما جه الاوسيوارثرايتس اتابع الباثولوجي بتاعه واشوف هو اتطور ازاي عن طريق بايوبسي او عن طريق الراديولوجي. بعد كده بعد ما جاله ممكن اعمل ايرلي زي ما حضرتكم قالت ان ايرلي دايجنوزيس اوف اوسيوارثرايتس عن طريق الايمجنج بتاع الام ار اي او بعد كده لما يبدا العيان يشتكي بالمرحله الاولى لغايه ما يوصل لغايه الجوينت فيلر. من هنا بعد الميجور جوينت تروما طلع تعبير جديد اسمه بري كلينيكال. الراجل اللي حصل له ميجور تروما ده انا عارف ان بدا الاوسيوارثرايتس يحصل معاه بس مش هيشتكي دلوقتي. زي ما الدكتوره دلوقتي قالت الولد بتاع ال 35 سنه اللي جاله اوسيوارثرايتس وهو بيلعب باسكت بول وهو بيلعب عنده 20 سنه الاوسيوارثرايتس بدا صح؟ وده اللي هنسميه ايه؟ بري كلينيكال. عايزين نشخص ده. طب هي قالت حاجه ذكيه قوي ما خدتوش بالكم منها بتقول ايه؟ ده 20%. الله يبقى في غير ما جالهمش. يبقى اذا مش كلهم هيجيلهم اوسيوارثرايتس. يبقى انا محتاج بقى اعمل سيلكشن لل 20 دول ايرلي عشان اقول له ما تكملش باسكت.
ولا تكمل فولي بول ولا تكمل، لا كمل لعبه ثانيه تكون خفيفه شويه عشان ما يجيلكش اسره صغيره، لانك انت بدا عندك فعلا الاسره سبايس. او بعد كده المرحله الثانيه اللي هي الذكري، الراجل ده اللي هو حصل له ميجر تروما ده كان محتاج من 10 ل 20 سنه عشان يبدا راديولوجي. اذا انا في 20 سنه هيروحوا مني او 10 لغايه ما يجي له اسره سبايس هيشخصوا الولد ده بدا ولا ما بداش، تمام؟ طب ليه 10 وليه 20 وليه عملت وايد رينج كده عشان اعرف الميجر تروما ده امتى؟ هو مش لازم يكون لاعب، ده ممكن يكون واحد حصل له حادثه عربيه واتقلبت او اتعملت والرجل حصل لها فراكشر او ده لو كان عند 20 سنه محتاج 20 سنه عشان يدولجي، انما لو جه واحد عندها 40 50 سنه لا ده محتاج 5 سنين بس عشان يجي لها سكند دوز. فحطينا الوايد رينج دوت، الوايد رينج ده اللي هو من 10 ل 20 سنه. ممكن تبقى اقل من كده؟ اه ممكن، ممكن نعمل اندكشن، احنا قلنا هنتابع السكند لوس سلايس، لا الكلب عندي بيعيش من 15 ل 20 سنه، طب ما انا ممكن اعمل له لوس سلايس واتابعه. يبقى هنا لو عمره قد عمري ربع او ثمن او مثلا خمس، يبقى انا في ال 20 سنه بتوعه انا جالي في نصهم لوس سلايس وهو في العصر ممكن اتابعه. ده في احسن من كده، القطه بتعيش اقل شويه، ممكن اعمل لها بص سلايس اندكشن، على فكره اندكشن سهل جدا، ممكن تعملي رد شهر للميديا كوتا ريجن او اللاترا واخلي يجي مثلا شهر ولا حاجه الليمبنج لوحده يعمل بص سلايس. واخدين بالكم؟ ودي طبعا حاجه مشهوره جدا ان سعادتك لو مش هتتعرضي لمده شهر بتمثلي على مسرح هيجي لك بص سلايس. وبالتالي انا ممكن اشوف بص سلايس في خلال سنتين ثلاثه واختصر فيها 60 سنه بتوع الهيومن بين او ال 20 سنه بتوع السكند بوست سلايس. ده لو ممكن يجي احسن من كده، ممكن اجيب الفار اللي عمره من 3 6 شهور واعمل له انفكشن بص سلايس في خلال شهر يجي له وهيموت بعد شهرين، يا في شهر واحد بس اقدر اجيب 60 سنه، يبقى كل يوم هيوفر عندي سنتين تقريبا من عمر الفار اشوف ايه اللي بيحصل فيه في الاسر سلايس، وبالتالي اقدر اتابعه واحده بواحده واقدر اقسم بقى الاسر زي ما هنشوفها دلوقتي ونشوف الكونتينيوم بتاعه ماشي ازاي، واقدر بعد كده اقول انا فين العيان جالي بتاع الاوستيوارثرايتس. هيحصل اللي قدامي ده، نمره واحد العيان ده جينيتيكالي صصب، بتكلم عن هيومن بينج بقى، انا قاعد قدامي الجده وقاعد جنبها الام وقاعد جنبها الحفيده، الجده عندها برايمري جينرايز اوستيوارثرايتس مين؟ الابنه الام الصغيره يا دوب داخله في الاوستيوارثرايتس وبتسالني على بنتها اللي عندها هايبر لاكستي تلعب ايه؟ يبقى كده قدامي الفاميلي هيستوري بوزيتيف، وانا قلتها في اول محاضره بتمشي 60%، يبقى دي انا محتاج دي غالبا هتمثل النو ديزيز وان هي اكسبوز وان انا المفروض ان انا امنع الاكسبوجر، وده اللي هيتغطى اسف ده اللي هيتغطى بالبرايمري بريفنشن، ان انا عارف ان العيان ده يا اما عندي فيري سترونج باست فورم هيستوري يا اما عندها بريسبوزنج فاكتور زي الهايبر لاكستي يا اما عندي الجينوم بتاعها او الجينوم بتاعها اللي يقول انها هيجي لها اوستيوار سلايس، ده اللي المفروض ان انا امنع الاكسبوجر بتاعه عشان يبقى المفصل ما يجيلوش، او العيانه اكسبوزد وسستبل وبدا يجي لها بس لسه ما اشتكتش، دي المرحلة الثانية اللي بنسميها البري كلينيكال، العيان لسه ما بيشتكيش من اوستيوارثرايتس، انما الاوستيوارثرايتس شغالة والديجريديشن شغال والبريك داون اوف كولاجين اند بروتين اللي كان شغال والعيانة ما زالت اكسبوزد ولكن ما زال المفصل قادر يتحمل وبنسميها كومبنسيتد، هو يتدهور صحيح انما قادر يتحمل ان هو ما يشتكيش. عند نهايه المرحله بري كلينيكال بيبدا العيان بيشتكي من ايرلي كلينيكال حبه بين متقطعين ما يظهروش غير مع اللود العالي، زي العربيه بتاعتي بتشاور عليها وبتنمل، انها ما بتنملش غير لما بطلع على الصحراء واطلع على 120، لما طول ما ماشي في المدينه مش واخد بالي، فهي طول ما هي مجهودها قليل ما يبانش عليها، انما تيجي في رمضان عندها 30 عزومه في رمضان وبتيجي على اخر شهر تقول لي اي ام فيلير، انا فين خلاص من اللي انا عملته، وبالتالي هتشتكي فقط في مراحل معينه. عند بدايه المرحله دي مرحله الترانيه اللي هي الايمجنج، مش هقول كلينيكال لان هنا هيبقى الايمجنج بتاعها في اولها الام ار اي وفي اخرها هيبقى الاكس راي، وبالتالي ده الكونتينيوم اللي همشي عليه علشان اشخص كل مرحله من مراحل الاوستيوار سلايس، وفي كل مرحله من دول هيكون ليها العلاج بتاعها المختلف عن الثاني، يبقى اديني بقى لو سمحت بتتكلم كده تولز اشتغل بيها علشان اشخص العيان واقول العيان ده محتاج برايمري بري كلينيكال بري راديوجرافيك او بري ايمجنج، وبالتالي محتاج البرايمري او السكند او السيرد بريفنشن اللي هيتناقش ان شاء الله باذن الله تعالى ان ديتيلز في السيشن الثانيه.
كل مرحله ليها علاجها. المولى طبعا اللي عيان ما عندوش حاجه خالص وكويس انك هتعرف ان هو موجود عنده، هنقول دلوقتي ازاي نعرفه. هنا المهم ان انا اهم حاجه اقلل الاكسبوجر بتاع العيان للانفايرمنتال فاكتور او الايبيجينيتك فاكتورز، او سميها زي ما انت عايزه، الاكسبوجر او الاوفر لود او الريبيتد ميكانيزمز اللي هي بتعمل لود على جوينت، او ان هو يمنع الباسكت بول او الفولي بول او سمي زي ما انت عايزه. المهم دي المرحله انك انت هتمنع الاندكشن بتاع الاوسيوار سايز، الثانيه هتحاول بقدر الامكان تقلل البروجريشن بتاع المريض، الثالثه اللي هتكلم بقى عليها بتوع شايف النهارده ان شاء الله العيان كومبليكيتد وبدا يظهر معاه انظر فاكتورز او انظر ديزيز، وبالتالي دول محتاجين يتلمموا، وللاسف دول اللي بيقولنا للاسف الشديد. طبعا مهمتنا النهارده ان شاء الله ان احنا اذا ما كناش هنقدر على المرضى اللي بيجونا في العياده نظرا لنقص الامكانيات، يبقى على الاقل على عائلتنا والناس اللي حوالينا نبدا نعمل توعيه. دي شغلتنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نوعيهم ونقول انت عندك برايمري اوستيوارثرايتس او عندك برايمري ومحتاج ريفنشن او عندك اكسبوجر او وهنحاول نعرف الكلام ده ان شاء الله حتى من نوع اللعبه. وانا الحقيقه بدات الحكايه دي يمكن حوالي 7 8 سنين 10 سنين، بيجي لي ولاد بتوع اللعيبه، الولاد دلوقتي الحمد لله دلوقتي الامهات مهتميه جدا 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 بولادها. تيجي لي مثلا مع ابنه عندها 10 12 سنه وتشتغل تنس مثلا او ويجيها مثلا اتصال، على طول ما بصدق الاقيها اقول لها وانت اخبارك ايه وامك اخبارها ايه والبنت. في بنات منعتهم فعلا، قلت لها لا بنتك دي ما ينفعش تلعب اللعبه دي، تقول لي دي حرام وبتاع. قلت لها صدقيني دي عندها 40 سنه هي اوسيوار سلايس، شوفي جدتها وشوفي نفسك. تقول لي ما قالوا اكسرسايز، دكتوره دي لسه قايله دلوقتي احط كلمه اكسرسايز بين قوسين، مش كل اكسرسايز هو اكسرسايز المشي والووكينج وكده، زي ما واحد بيلعب باسكت بول طول النهار عمال يوقع على ركبته او فولي بول عمال يطير وينزل على ركبته، ما ده مش اكسرسايز، ده تدبير للمفصل. واخدين بالكم؟ فهنختار نوع الاكسرسايز. انسب وقت للتشخيص مش هيبقى مع طلوع الشمس ولا مجرد طلوعها من الافق ولا مجرد حته منها، لا انسب وقت هو الوقت ده معايا اللي هو يا دوب جسم شفق. ما علينا، الصرقة الأحسن من هنا بقى ده، وده اللي احنا عايزينه وده اللي هنقوله النهارده دلوقتي حالا، ان انا هيشخص ويا دوب ظهر زرقان في السماء، يعني يا دوب بص يا ارثرايتس يا دوب حصل ديجنريشن ويا دوب الكولاجين بدا يحصل له بريك داون. دي انسب مرحله هتلحقي فيها العيان، ولو لحقتيها العيان ده زي ما قال الراجل بتاع ستانفورد ممكن فعلا ما يجيلوش اوسيو ارثرايتس. ونلغي كلمه بتاعت زمان اللي قالها مسلم سنه 95 بيقول ان الاوسيو ارثرايتس از نوت ان انفيتابل ديزيز، يعني هذا المرض غير حتمي، هذا المرض يمكن تجنبه. ورد عليه جيكوب سنه 2010 وقال له انا رحت المانيا وزرت دول المسلمين اللي هناك وجمع 12000 حاله من مواليد 1914 وكان وقتها عندهم 92 سنه، لقى ان في نصهم ما عندهمش اوسيو ارثرايتس نتيجه اللايف ستايل اللي هم عايشينه. اذا ما هواش انكيبيتال ديزيز، لا كلكم ممكن ما لكوش اوسيو ارثرايتس لو اتبعتوا الكلام اللي هيتقال دلوقتي. خلي بالك ان الراجل اللي احنا جبناه في الاول خالص ده واتكسر من اول شهر مر عليه هيبدا ينزل انزايمز وفراجمنتس. حلوه دي؟ يبقى انا من اول شهر حاضر اقول له خلي بالك النسبه عاليه قوي. انت التروما اللي بتعملها دي بيلعب باسكت وبقاله شهرين ثلاثه او بقاله سنه، يا ريت اعمل له بيز لاين ويقعد كمان 6 شهور او كمان سنه واشوف الفرق. لو بينزل بسيط شيء طبيعي، انا بنزل كل يوم وكلكم بتنزلوا كل يوم فراجمنتس من الكارتج، وده انا قلت في اول محاضره ان الكوندروسايت ربنا اداها القدره سبحانه وتعالى تكسر اللي اتكسر وتنظفه وتغسله وتمسح الارضيه وتبني مكانها كولاجين وبروتو جلايكان زدات. واخدين بالكم؟ ده لو كان في حدود امكانياتها، لو كان عندها حبه زباله نص كيلو، انما لو عندها طن وطول النهار عماله تنطط وطول النهار عماله ارملها ويست برودكت من الكولاجين مش هتعمل الكومنسيشن، وبالتالي هيبدا يظهر الاوسيو ارثرايتس. اذا انا عندي الانزايم من اول شهر للي انت خايف منه هيظهر في السيره وفي اليورين بتاع العيان. الاربعه اللي موجودين على الاقصر الاستروميسين دي 1. نمره 2 ان هذا الكلام هو اللي فيه اهمهم اللي هو الاجريكاليز، وده ممكن يستمر سنه 10 12 20 30 40 سنه ممكن يستمر عالي، وبالتالي على حسب الجريديشن، يعني ممكن يجي الغضروف في 10 سنين ممكن يجي 40 سنه، اذا ممكن اقيسه في اي مرحله، بس المشكله يبقى عندنا بيس باين نقيس عليه. كل اللي موجود اوريدي في السوق وانا قستهم، اللي موجود عندك هو الكوم والسي تي اكس 1 كارتريج، الاثنين دول لو قستوهم لعيان بتشكي
ان هو ممكن يكون سسبتبل للاسره سلايس عن طريق بس بوست فاميلي هيستوري او عن طريق اكسبوجر لنوع من الاثريت او السبورت يكون فيه لود جامد على المفاصل. ده ممكن على اخواته الصغيرين او بناته الصغيرين او ولاده الصغيرين لو شايفه ان هو عنده هايبرلاكس وفي نوع معين من الرياضه يسيله واحد من دول او الاثنين دول ويعرفي البيس لاين وبعد سنه يسيله ده لو بدا يعلى ويعلى عن الطبيعي يعرفي ان هو بيفقد جزء من الكولاجين والجلايكانز بتاعه وبالتالي ده very very early diagnosis of degradation. مش هسميه اوستيوارثرايتس ان الاوستيوارثرايتس دي كريتيريا ما اقدرش اقول على اي مرض اوستيوارثرايتس اقول لا ده في دي زي بالظبط لما الاقي السي تي اكس 2 بتاع مين الاو بي الاوستيوبروس بيساعدني بقول والله في الاوستيوبروتيك فاكتور موجود زياده شويه يعني في نعتبرها رابيد بون لوزر انا اشخص بيها او بي ما شخص انا بقول لا بدي نوتنج ان انا في سامثينج رونج سريع وابدا اذا كنت ادي العيان شوت كونتكتيف او امنعه من اللي هو بيعمله. بعد كده كلينيكالي بريدا ديجنوزيس از بوسيبل احنا قلنا بالمال نمره اثنين وطبعا مش هقول الحلقه بسرعه جدا الدكتوره الحمد لله ان هي استوقفتها كويس جدا 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 ازاي اعمل ايمجنج قبل الراديولوجي هيبقى عن طريق الام ار اي ودول الحاجات للاسف بيكتب في التقرير ما بيكتبليش دول اوستيو سلايس دول اللي موجودين طبعا واحد يقول لي لا ما هو بتاع الاوستيو سلايس لا خلي بالك دي الدكتوره هادي جابت الصوره حلوه قوي ليها الاثنين مع بعض دي كان في الام ار اي انا في الاوتو كاتاليجنس مش حبان غير لما تكون كاتسفايد او بقت اوستيفايد وبالتالي الام ار اي ممكن يسبق انا مش عارف ده كام سنه حقيقه انا ممكن انا سمعت ان هي من بعض الاشعه ممكن 10 سنين قبل الراديولوجي نلاقي فيه تشينجز في الام ار اي وبالتالي ممكن يظبطها لي. في حاجه احسن من كده دكتوره هادي برضه قالتها الحقيقه وسالتني فيها اللي هو الكارتريج ابنورمالتيز اند كواليتي عن طريق حاجه اسمها ديليت جادولينيوم انهانسد ام ار اي. ايه اللي بيحصل في الكلام ده؟ اللي بيحصل بمنتهى البساطه ان بيقيس لي عن طريق السكيل اللي موجود قدامكم ده الاخضر الكارتريج زي الفل الاحمر ديجنريشن اقدر احدد كميه الكولاجين والبروتوبلايكانز او الماتريكس بتاع الكولاجين عن طريق جادولينيا انهانس ام ار اي وبالتالي دي ادفانسد جدا 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 لو واحده بتشك فيها عندها 20 30 سنه بتلعب لعبه معينه وانا خايف يكون عندها اوسو سلايتس يمكن قبل 20 30 سنه من ظهور الاشاعه لو عملت جادولينيا حتى مش هيبان في دي الاوستيوفايت ولا الاتريشن ولا البون مارو دي قديمه مش هيبان كل ده هيبان فقط حجم الغضروف مش حجم الغضروف كمان لان حجم الغضروف دي حاجه ثانيه مش حجم الكونسيستنسي او الكومبوننت او الكواليتي بتاعت الغضروف فين يا ولاد؟ نعم الله ينور عليك ويكرمك ريحتني حسبتي عينه بالانهانس الجادولينيوم من الكارتريج وعرفتي اللي جواه ايه افتكر معاك مش طول حاجه احسن من كده بس طبعا فيري اكسبنسيف انما برضه العيان هو اللي هيدفع والله عايز تطمن على الكارتج بتاعك ان انت هيجي لك اوستيو ارثرايتس بعد 20 سنه اعمل لك انهانس جادولينيوم واقدر احدد لك كميه الكولاجين والبروتين والجلايكانز وممكن لو بيلعب لعبه جامده وغصب عنه بروفيات ولا غيره ممكن اعيده بعد 5 سنين اقول له خلي بالك انت دخلت في الخط الاحمر بتاع لوس اوف ديجريشن ادي الصور ملونه وادي السكيل بتاع كميه الكولاجين والبروتين والجلايكانز اللي موجوده جوه العظمه وبالتالي عندك اسسمنت زي بالظبط البي ام دي بتاع الاوستيوبروزس اللي هو البون مارو ديزني نفس الشكل هنا ودي الحاجات اللي ممكن استعملها للام ار اي بما فيها الكونسيستنس بتاع الكارتج والكولاجين وممكن استفيد بيها في الفيري ايرلي دايجنوز اوف اوستيوارثرايتس ما معهاش فلوس تقدر تعمل لي اكس راي تساعدني شويه في الايرلي كل حته اللي في النص بين الام ار اي وبين الراديولوجي لو انا بصيت هلاقي ادخل حته من الكارتج هي الحته اللي موجوده على نهايه الكوندايل هنا اضعف حته اللي ورا دي فانا عايز اصور العيان في الحته في الوضع ده لو صورت العيان في الوضع ده يمكن يظهر لي نارفنج قبل كام سنه من ظهوره في الحته دي ان ده محتاج وقت اطول عشان يحصل الوضع اللي ممكن اعمله للعيان ده في الايرلي ان بعض الاحيان سعادتك بتبعت لي كل اللي قدامك اوسيو سلايس بين وجيلنج وستيفنس ومش قادره وتعمل اكس راي زي الفل اعملي بقى الوضع ده اللي نسميه شاس فيو او ديفاي شاس فيو منظر سهل جدا هيدي 15 درجة ويحط البيم قدام النيل هيطلع لك النروينج فيري 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 ايرلي يمكن قبل سنين من وجوده في النورمال عليه دلوقتي بيقعدوا قدامي اقدر احدد دلوقتي من اللي قدامي دول انا فين الاوستيوارثرايتس واقدر احدد كل واحد مين فيهم عندي الطريقة اللي احدد بيها الاوستيوارثرايتس
دي مش محتاجه اللي في النص، الجيل الثاني مش محتاجه قوي، يمكن الجيل الثالث يكون محتاج، والصغيرين دول هم اللي حمنع فيهم الاكسبوجر بتاع الاوسيو ارثرايتس، وبقى عندي دلوقتي التولز اللي ممكن اقدر اشخص بيه كل الكلام ده. ده الكونتينيوم. الحقيقه انا دلوقتي عندي محاضرتين، في محاضره اللي هي بتاعت التريتمنت اوف افيوجن سكند 12، لا ده معنى البريك كده خلاص كده اوكي. على فكره في ناس كانوا حاجزين ما جوش، فاللي عايز يعمل اشتراك بره دلوقتي ممكن، فدكتور نادر هتكلمكم ان شاء الله باذن الله تعالى نص ساعه من احنا بنتكلم جدا وهيبقى هنبدا ان شاء الله المانجمنت اوف اوس واستاتس هيك ان شاء الله الساعه 1:30 قدامكم نص ساعه تاخدوا البريك بتاعتكم وتاخدوا الصلاه. ثانك يو.